important activities that the PO should do when running when join a running product. اوكي هو اول حاجه يفهم الدنيا ويفهم الريكويرمنتس رايحه فين ويفهم احنا في انهي ستيتس ولو في دوكيومنتس لل او جيرا مثلا بورد للحاجات اللي خلصت قبل كده يذاكرها. وانا بقى اللي جاي ده كله بريفرنس شخصي، بحب اشوف لو الستيتس بتاع جيرا او التول اللي بيستخدموها مش ابديتد احب ابديت الاول عشان اعرف انا واقف فين بالظبط، ويبقى اللي موجود على البورد هو الايكويفالنت الحقيقي. بعد كده ابدا اكتب ريكويرمنتس جديده.